مرحبا بكم شيوات عائشة. اليوم غنقدم لكم حلوى ديال الكوك والبرتقال، غتكون في كويخطات. غنبداو اول حاجة، عندنا 300 غرام ديال الكوك، غنديرو معاها 12 سنتيلتر اونس ديال البرتقال. هاد الحلوى ضروري يكون كل شيء معبوه. صافي، ملي حركناه مزيان غنخليوه يشرب شويه. دابا غادي نطلعو المرانغ، غادي نديرو هنايا 3 ديال البيض، وغنحتفظو بالصفر اللي غنزيدو على الكوك من بعد. كنديرو قبصة ديال الملح، ونضربو. عندنا هنا 200 غرام ديال السكر سنيدة، غنبداو نزيدوه شوية بشوية وحنا كنضربو باش نطلعو على المرانغ. ملي الكوك شرب غنزيدو عليه 3 ديال الصفر ديال البيض، وعندنا هنا 2 معالق ديال الزيت كبار. صافي، ملي دخل داك الصفر ديال البيض والزيت مع الكوك، كتشوفو هانتو مكملة، ملي بحال ما درنا ليه والو للكوك، غنبداو نزيدو لا مورانغ شوية بشوية. بسم الله، صافي ملي دخلنا لا مورانغ كاملة كما كتشوفو هاهي مكملة، دابا غنقلبوها كويخطات هاهوما، ستفتهم في الصينية. دابا غادي نديرو، يا إما كتستعملي بوشادور كديري شوية 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 على حساب عينك ميزانك، يا إما كتستعملي المعلقة بحالي أنايا كنستعملو بالمعلقة هاكا باش ناخدو كلهم كيكونو بنفس القياس. حلقة شوية بشوية خصنا نستعملو الصورة. ملي سيلت الرغا ديالها في الكواغر غندخلوها للفران على درجة حرارة 180 لمدة ديال 10 ديال الدقايق من اللي طيب تقدمو. وهي الحلوة ديالنا ديال الكوك والليمون وجدات، كنقدمها لكم بالصحة والراحة. ما نساوش يعجبكم الفيديو ديرو جيم، وباش ديما تتابعو الجديد ديالي تابوناو في لاشين. سلام.